اليوم المرأة تشكل أساس بالمجتمع اللبناني بالعمل السياسي والاجتماعي. معظم النساء 90% نجحوا بشكل كتير كبير بالمراكز السياسية، إن كان وزارات أو نيابة اللي تبوقفها. بتمنى نشوف رئيسة بمنصب رئاسة الجمهورية. موضوع رئاسة الجمهورية قيمة إضافية، إنه المرأة أصبحت تشارك الرجل حتى أو تنافسه أو تقارعه حتى على في هذا المنصب. بس هذا الشيء لا يعني إنه الأطراف السياسية ستكون ستساير المرأة. لبنان تتفق الكتل بين بعضها على مرشح يقدر يأمن لها مصالحها. الأهم إنه نلتقي شخص قادر أن يكون براغماتياً ليتعاون ويتناغم مع الرئاسات الاثنتين، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء. أنا بعتبر ترشح المرأة لهذا الموقع ترشح طبيعي. إحنا تعودنا على مجتمع سياسي يطغى عليه الرجال، وبالتالي فيه ذكورية. ربما، أقول ربما، لو كان رئيس الجمهورية امرأة حيعود بعض الذين تعودوا على الصفقات يمكن أنهم يتحرجوا يمشوا بهذه الصفقات والمحاصصة وغير ذلك. فبرجع بقول نحن بحاجة لتجربة أولى حتى نعرف. سعيد أن أرى نساء تترشحن على سدة الرئاسة، بس أنا بعتقد أنه بحاجة إلى تمحيص أكثر هذه الترشيحات لنشوف حقيقةً قدي المرشحات عندهم هذه الخبرة، عندهم القدرة أنه يعالجوا المواضيع السياسية. لو خيرت بين رجل وامرأة لمنصب الرئاسة بظل هذه الظروف عم تمر فيها البلد، أكيد سأختار الكفاءة. إذا كانت المرأة عندها هالقد كفاءة أكثر، سأختار المرأة بقوة. سأختار من يمكنها أو يمكنه أن يصنع تلك المساحة المشتركة بين الرئاسات الثلاث. إذا تساوت القدرات والكفاءات، ربما أذهب إلى الرجل من باب، خليني أقول، تسهيل المهمة. أما إذا كانت الكفاءة والقدرات باتجاه المرشحة، فلا، حأختار المرشحة طبعا. أنا بقول لك اليوم المعارضة تعمل ليل نهار أن تتوحد خلف مرشح. إذا كان أغلب النواب المعارضين اتفقوا على اسم امرأة، قد يكون لها حظ.